السلام عليكم، بونجور بونسوار. عزوز الاول، مرة اخرى ولينا معكم. دونك بعد ما شفت حصة اوفشور اللي قدمت هذيك راديو ام، درت انترفيو مع فضيل بومانا. دونك فضيل بومانا انا كي كنت في السوام كنت نسمع له بزاف بزاف، كان يعني يجيب المواضيع بطريقة فلسفية. كنت نسمع له لأن عنده هذا لا فاصون دو بارلي. ولكن لما دخل في السياسة، لما دخل يعني كان هو يعني كان من مؤيدين تاع بنفليس، من بعد صارت له مشاكل مع الحكومة اللي كانت من قبل. دونك جاب لي ربي اليوم الناس راهي تنتقم، عندها في المخ ولكن عندها كما نقولوا ان ريغلومون دو كونت. يجيو اليوم بعد سنين كما هو كما الاخرين يتو. ولكن اليوم كي دار هذيك الميسيون تاع اوفشور، المرة هذيك تاع اوفشور اللي دارت هذيك الانترفيو، طحت على بومانا راهي تسقسي فيه. يعني اول مرة اللي شتها هكذا، لان اليوم الوقت لازم تقولوا لنا بعد سنتين من الحراك واش جاب الحراك هذا مليح وشنو الاهداف تاعه. دونك السؤال المطروح، نشوفوا مثلا هناك أناس يعني هذو باينين هما اللي حطوا أنفسهم باللي يتكلموا باسم الحراك، يقولوا لهم شخصيات بارزة في الحراك. واش يدير اليوم؟ أما يهضروا باسم الحراك، سافدرك هما اللي داروا شعلوا الحراك هذا. ولكن كي تشوفوا كي يهضر يسقسيوه يقولوا له واش تشوف انت، يقول لها نورمالمون الحراك هذا لازم يولي منا بغض النظر على كورونا. يعني لو كان ما كاش كورونا هذا يتسائلوا نفس السؤال، لازم يولي. دونك هذو الناس هذو كما هو كما سمير بالعربي كما الالماس كما هواري عدي كما بوشاشي كريم طابويتو، ما عندهمش السيطرة في الحراك هذا. هما جاو نتيجة كما نقولوا الهوى اللي جابوهم، لأن الحراك هذا كان بزاف الفوضايتو. اللي يعرف يهدر شوية وعنده بارتي بوليتيك وعنده يعني السمعة هكذا قبل، لقى روحو يبوسيوه يغونفليوه حتى وين يولي يهدر على الحراك. هو ثاني كيشعلوه كيما فضل بومالا، دائما يدير درابو هذاك الامازيغي ولا يدير اي حاجه باش يغونفلي شويه روحه. هما الشعب هو اللي داروا له هكذا، ماشي هو. دونك يتسائل يقول لك لا لازم الحراك هذا يولي، والناس تقول له انت يا علاه ما ولاش الحراك. دونك كي تشوف الأناس هادو اللي ما عندهمش سيطرة في الحراك، أما يتوسلوا من الشعب اسكو يولي ولا ما يوليش. لأن لو كان يقول لك غدوة لازم غدوة 20 مليون هذوك اللي خرجوا وليوا للطريق، ما يخرجوش، صافي ديرك السمعة تاعو تقلل في 20 مليون هادو. لأن اليوم هو أو عنده شعار باللي كاع 20 مليون هذوك موراه. مي غدوة لو كان يزقي يعيط يقول لك ارواحو للطريق، يجيو 500 ما يسواش كاع. دونك الكونفلاج هذاك صرا مرة على هذا. ام خايفين يروحوا يقولوا يا الحراك ولي، يقولوا دائما لازم الحراك يولي والحراك ما توقفش لان الثورة مستمرته وقفها. كي قال مثلا بعد الحراك وش جاب الحراك هذا؟ وقفها، قالها لا الثورة مازال راهي مستمرة وحراكته. ونشوفوا مثلا الناس تاع ليترونجي
أمي شعلوا شعلوا واللي الحراك واللي ما ولاش الناس تاع البلاد هما، لأن لازم نفهموا باللي النخبة هذه اللي تسيطر على الحراك، كي نقولوا تسيطر شابوتي زعما الحراك هذا، يعني ما كما تقولوا في الهواء فقط فيرتويال، وانا حقيقة ما عندهمش أي سيطرة في الحراك. دونك كاين النخبة المتعلمة هذا كريم طابو لالماس بومالا، عندهم ان لونغاج اكاديميك، وكاين الناس تاع رشاد. دونك في زوج يمشيو في متوازية، في خطوط متوازية، واحد يقول لك تغيير جذري مدنية ماشي عسكرية بصحي خلط السبان وطياح حياته، ولكن شوفوا اكاديميين يقولوا نفس اللونجاج المدنية ماشي عسكرية البوليسيتو والتغيير الجذري، في زوج يمشيو في نفس الخط، مي واحد يقوله بكلام أكاديمي واحد تاع الشارع. على هما اللي طلعوا لأن عندهم هذه الميزة تاع أكاديمية. دونك الناس هما اللي زعما يشابوتيو الحركة. دونك إلا عندك أنت التحكم، إلا عندك التحكم في الحراك هذا، ما تقولش للناس لازم يولي ولا ما يوليش. أنا عندي تحكم فيه، غدوة نقول للناس خرجوا الطريق يخرجوا، بويسك أنا اللي شعلت الحراك هذا. غدوة نتصل مع الناس كاع نقولوا غدوة تخرج تخرج 20 مليون يولي الطريق، باش تشوفوا باللي القوة تاعهم ما تسواش. يقول مثلا هو لالماس بوشاشي سمعتهم كاع يقول لك لازم الحراك يولي، بصح كيف ومتى اي دوموندي انت للناس يوليو جامي يوليو. هذا هو المشكله في الذهنيه تاعهم، راهم شابوتاو الحراك مي ما يقدروش يصقوا يقول لك يا ولي ولا ما توليش، ما عندهمش. دونك فرساتو هذيك الطفله قالت له شنو الاهداف، دوك نولي لهذيك الاهداف ايتو واش قالت له. بصح من لديه القوه والتحكم في الحراك ما كان له يقول في التلفزه بالك من، لا لا انا عندي التحكم في الثوره هذه، على بالي وقتها تحبس، على بالي وقتها الناس تولي للشارع، لان عندي التحكم فيه. بيش نتايا مع كاع الناس اللي جاوا ركبوا موجه الحراك ما عندهمش اي علاقه بالحراك، وجبتوا كاع الناس برا، انتوما رفضتوا الميكرو اول مره خلاص وليتوا حاجه في الحراك. دونك كان واحد الجماعه راهي تعيط للحراك باش يولي، بصح يقول لك لازم الحراك يولي، ما يقول لك متى كيف من هذا ما عندهمش. قالت لك هذيك المره ماذا تريدون، اعطينا الاهداف تاعك. دونك نتايا لسوء الحظ لا فيديو تاعك عندها كما نقولوا تصور اكاديمي ميتافيزيقي، لان راك تهضر بالفلسفه، راك تهضر بالفلسفه. دونك الانسان الشعبي هكذا البسيط يسمع لك مثلا واش يجبد، يجبد فقط مدنيه ماشي عسكريه، يجبد هذيك الالفاظ اللي تمشي مع التصور تاعه هو، لان انت عندك ساعه ونص تاع لا فيديو، اللونجاج تاعك ماشي لونجاج كيما نقولوا لودونس الجيريان. لسوء الحظ راك تستعمل ان لونجاج فيلوزوفيك اكاديميك ميتافيزيقي، يعني خيالي، راك تجبد هذا الكلمات لان لودونس تاعك سي نوتر اودونس. دونك تقول انت يا مثلا النظام السياسي، تقول النظام السياسي، تستعمل كلمة النظام السياسي، ومن بعد تقول يملك عدة أذرع سياسية. أوكي، دونك النظام السياسي يملك أذرع سياسية، صافي عنده هكذا دي ساتيليت بوليتيك، يعني دي ريبريزونتاسيون ايتو، معليش. ومن بعد انت تقول انت النظام يعيش ما قبل السياسة، النظام الحالي يعيش قبل السياسة، لا يعرف ان يعمل السياسة.
دونك الا انت راك تشوف باللي هو نظام سياسي او يعمل لا بوليتيك، خرج ديك لي بارتي بوليتيك، ميم سي سي دي ساتيليت مواليه للحكم، صافي ويستعمل سياسه. المهم انت في الشارع اسكو راك تستعمل نفس الطريقه باش تتصدى انت لهذاك لي ساتيليت هذول، لان الا هو يستعمل السياسه ميم سي خبيثه ميم سي سياسه مواليه للحكم تو، ولكن واش راك دير انت في الشارع؟ واش راك دير؟ سقساتك الاجابه علامه استفهام. دونك كي تقول مثلا واحد الكلمه راهي ترجع دائما لا نظام، دونك كلمه لا نظام ولا دوله ولا حكومه ولا سلطه، راك تستعمل كلمات فلسفيه لان لو ميساج تاعك كما قلنا دونك اليوم، لان ضرب الدول لازم تضربها بنخبه داخل الدوله هذيك. دونك انت كنخبه يشوفوك الناس كنخبه، دونك متصورك بالكوستيم راك تهضر بالعقل ليتو مثلا، دونك كي تروح للشارع ولا انت راك الاودينس تاعك راهي للامم المتحده، الاودينس تاعك للمنظمات الاجنبيه، الاودينس تاعك مثلا لدول خارجيه. علاه كي تقول مثلا الجزائر، احنا الجزائر هي كما نقولوا حيط افريقيا، دونك او عندك مليار قرب مليار نسمه في افريقيا، دونك يجيو كاع يصدموا. دونك كي تقول نتايا مثلا الاسبان قريبه للمغرب ولا الجزائر قريبه للاسبان والمغرب والايطالي تو، هادو كاع البلدان هادو لو كان يصدموا علينا لي زافريكان يروحوا لوروب، صافي لوروب تولي ما تسواش. دونك نتايا كي تقول نتايا هذه بلد لا استقرار لا نظام لا دوله لا حكم لا سلطه، دونك سي لا مارشي توتال، كي ما يكونش القوه اللي تسيطر على اشياء ممكن انها تؤثر على اوروبا. دونك نتايا اللونغاج تاعك تستفز مباشره الدوله الجزائريه، تقول باللي هذه دوله لا نظام لا نون سيستم، صافي ديرك الدوله هذه ما فيها اي حاجه، فيها اي واحد يروح يبحر، ومن بعد الناس يقول لك لو كان يصدموا علينا لي زافريكان كاع ياكلونا. دونك نتايا راك تعطي كلمات هكذا مشفره للدول هذيك، تقولهم باللي حنايا رانا في دوله لا استقرار لا نظام ايتو، صافي غدوه يجيو يصدموا بالبواخر خمس دقائق راهم في اوروبا. دونك كما قلت لك استعمال النخبه الجزائريه المثقفه باش تضرب الدوله تاعك. دونك انت اليوم في نفس لا فيديو درت تناقض، انت قلت باللي حنايا الثوره هذه جينا باش نحيو النظام هذا، اوكي، لان النظام قعد سنين وسنين ويستعمل، بغى مثلا يحكم لي مده اطول ليتو، هكذا في بالك. بس تقول النظام تفسخ النظام، قلت باللي متهرول، نظام متهرول متفشي، خلاص راح النظام هذا راح فيها. دونك وهذيك الصحفيه قالت لك وبعد نتا عاودتها باللي النظام يدق المسامير الاخيره في نعشه. زدت نتايا عاودت باللي النظام مترهل في الدقيقة 15. دونك نتايا إذا النظام هذا متفشي متفسخ، دونك علاه مانا راك تكسر راسك إلا راهي يدق المسامير الأخيرة في النعش تاعو، علاه راك تكسر روحك أنت باش تنحيه جذري؟
باش تنحي النظام الفيدرالي او رايح او يموت. دونك منا تقول باللي خلاص النظام هذا متفشي ما عندوش اي قدراته، من الناحيه الاخرى راك دير مسيرات وثورات شعبيه باش تنحي النظام. دونك لازم تفهم روحك، الى دير كاع 20 مليون باش تنحي النظام هذا صافي النظام متجذر قوي ومازالو، الى النظام هذا ويدق المسامير في النعش تاعو خليه يموت يروح. فهمونا. ولكن تولي في الدقيقه 19 بعد الدقيقه 19 وتقول باللي النظام هذا قبل قلت انت يا خلاص متفشي متهار واللي روحيتو، وتقول انت يا مازال فيه المركب الجيني هذا، المركب الجيني اللي هو الكومبوزون هذا جينيتيك، واش يدير؟ يدير لا ترانسفورماسيون، يولي يخلق، يعني انت تنحي له الجذور تاعو ينبت جذور واحد اخرى. دونك لازم تفهموا للناس واش راكم تجريوا عليه، لان واش هدرت انتايا. ومن بعد نولي الى نقطه مهمه في الساعه هذيك، هناك نقطه مهمه اللي تهدر عليها الفساد مثلا اللي تهدر عليه اليوم داخل في المؤسسات، داخل في ادارات، داخل في المصانع، داخل في الشركات، داخل في المنازل، داخل في لاسوسيتي، داخل في المجتمع، في الأسرة، يعني الفساد هذا راح كاع في الجيل. دونك إذا أنت تحوس باش تنحي هذا الفيروس هذا تاع الفساد، منين تنحيه؟ لأن لازم تفهم روحك من هو النظام. أسكو النظام هو عبد؟ أسكو هي مجموعة؟ أسكو هي ثقافة؟ لأن اليوم في الجزائر طبيعة النظام هي ثقافة التفكير. أوكي؟ لأن أنت تروح تتحوس وراه القلب تاع النظام هذا ما تلقاش، لأن ثقافة هذا التفكير هذا متفشية في كل المجالات، في كل المراتب هذه. تلقى واحد بلونتو فلاميري يدير سكارة أكثر من المير تاعو، تلقى واحد ما يسواش في شركة يدير لك سكارة ويدي تشيبا ويدخل بالمعرفة وما يخدمش. دونك هادو كاع هادو ماشي فساد. تلقى واحد انسامبل كونطابل في مؤسسة كبيرة يدير سكارة يعرفوه كاع الناس يتو، يعطي تشيبات يتو. تلقى واحد مثلا لي زوفر سوسيال تلمو يقدمو كاع لي كادو واش يجي مثلا في السانيتو، هو ما يسواش في العقل تاعو ولا النيفو تاعو، بصح لا فونكسيون تاعو الناس كاع، واحد عطيلو تلفزيون، واحد عطيلو لي زافير سكولير، واحد عطيلو، من بعد هذاك يغذي واحد الفكره باللي هو يسوى اكثر من الناس الاخرين. اسكو انت تقدر تروح تنحي كاع هادو لا كولتور هذه نتاع الناس؟ لازم نفهموا رواحتنا، لان الاشياء هذو تاع الفساد تو ما راهيش فقط في المسؤول ولا واحد اللي راه في المراديه ولا هذه الثقافه هذه. البلدان المتقدمه كي نروحوا عندهم، لان ما عندهمش هذه، الشعب مثلا يخاف يقدم يعني المستحيل باش يعاون المدينه تاعو، ما يكسرش ما يسرقش. دونك انت في ابري الدقيقه 19 راك تهدر كوم سي هذا المشكله هذا او في مكان معين نروحوا نحيوه كشجره نجذروها خلاص نوليو بلد متقدم متطور. بصح نتايا على بالك باللي سي امبوسيبل، واش راه صاري في العالم، واش راه صاري في البلدان المتقدمه، امريكا لا كوربسيون، دراهم لي بونكيتو، وانت هدرت على هذه الاشياء في لا فيديو هذه، الاشياء الموجوده اليوم.
المصانع، لي زونتربريز، لي مولتي ناسيونال، يعني راهي تخلطت. دونك الجزائر اليوم السياسة، ما مزي هي سياسة فاسدة، بصح السياسة الجزائرية ترقت إلى مستوى السياسة العالمية اللي هي سياسة النهب، سياسة السرقة، سياسة لي زوتيل، سياسة المعارف إتو. دونك كي دخل المال الفاسد أوليغارشيا إتو على السياسة، ما هي إلا نتيجة واش راه صاري في العالم. دونك جبت مثلا تقول مثلا الثورة السلمية الجزائرية، رانا نشوفوها مثل الثورة في أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا. بصح انتايا كمتعلم، أنا قلت لك كي كنت أنا صغير في الليسيتو كنت نتبعك طريطري بيان، تجيب أشياء كتحليل فلسفيتو نسمع لك، ولكن كي تهضر للناس تقولهم باللي أمريكا اللاتينية داروا ثورات سلميتو، ولا تجيب لهم شرق اوروبا. دونك علاه ولات هذه البلدان هذه في الازمات هذه، ومن بعد تغير السيستام ايتو، هناك اللي تغيرت بقوة سلمية، هناك اللي تغيرت ب افيك دي جينوسيد. لماذا اوروبا الشرقية؟ لان عندك الاتحاد السوفيتي، دونك دخلت اوروبا مع امريكا لازم دير النش. امريكا اللاتينيه نفس الشيء، باش ينحيو الماركسيه والشيوعيه في البلدان هذو، طبعوا لهم السلاح، طبعوا لهم الميليشيات ايتو، حتى ولاو في المشاكل اليوم. مثلا ميم سيستم، السيستم ديكتاتور مي او تابع امريكا. لازم تفهم الشعب الجزائري باللي هذه الثورات هذو ما جاتش فقط من السماء، الشعب مثلا قام قعد هكذا من بعد راح دار ثورة، هناك أسباب. مثلا في أوروبا الشرقية باش تتنحى هذوك البلدان، باش تكسر الاتحاد السوفيتي، داروا لهم النشي تما. دونك ولات سقساتك مثلا، لأن هذا السؤال مهم مهم جدا، سقساتك على حرب الإيديولوجيات في الحراك. أنت قلتها هذه ما هي إلا وسيلة يستعملها النظام لتفرقة الشعب. دونك لسوء الحظ حنا رانا نشوفوا باللي هذاك ال 20 مليون اللي خرجوا أول مرة، ومن بعد بداو ينقصوا. جو بونس بلي ماشي النظام اللي راه يقول هكذا. راني نشوفو حقيقة الواقع أن هناك أطراف معينة راهي تخرج من الجوش دروات. دونك كل واحد عنده العقلية تاعو عليه خرج للحراك هذا، تجمعوا لهزيمة السلطة والنظام والحكم، صدموا كاع عليه، لأن الفرصة هذه لا تعوض. ومن بعد نتايا كل واحد خرج بالإيديولوجي تاعو. دونك انت تقول باللي السلطة هي اللي بغات تفرغ سميتو تفرغ الشارع من النخبة، بس حنايا شفنا باللي الناس تاع الحراك، الى يخرج واحد ما عدا ليكيب تاعكم يقتلوها، يا سفيان جلالي، يا مثلا وزا حانون، يا اي واحد من خارج الناس تاعكم تروحوا تقتلوه. هكذا قلت نعم نديرها في فيديو واحد آخر.